يلا بينا بالعقل كده واحده واحده. لو انت كاهلاوي مصدق ومتيقن مليون في الميه ان الاهلي يحكم، ده مش معناه ان الاهلي شخصيته بقى جامده وماشي فارد دراعاته على البلد وش قوم اقف ويقعد مفيش الكلام ده. طالما انت مصدق ان الاهلي يحكم، ده معناه حاجه واحده بس، ان في فساد في المنظومه. وطالما في فساد في المنظومه، فطبيعي وبديهي مش هيبقى في عدل في المنظومه. وهو ده اللي انا عمال بقوله بقالي سنين، ده انا من ساعه ما اتولدت عمال اقول كده. جيت انت اختزلت لي كل الكلام ده في جمله واحده وقلت لي الاهلي يحكم. بس خليني برضو ايه امشي معاك للاخر. انا عايز افهم حاجه، الاهلي يحكم اللي هو ازاي؟ ماذا فعل محمود الخطيب؟ ما انا برضه لازم يكون عندي حاجات كده بمشي عليها ومعايير على اساسها اقول لك اه يا عم الاهلي يحكم. عندك الامن اجل ماتش الاهلي والزمالك، قلنا ما فيش حاجه ما يجراش حاجه، قام طلع الاهلي كده زاد خازوق، طلع قال لك ايه بقى؟ انا ماليش فيه، انا مش هكمل ماتشات الدوري ومش هلاعب اي حد غير لما لاعب الزمالك الاول. الدنيا بقى طبعا قامت وما قعدتش، الخطيب بقى بين نارين دلوقتي. اول حاجه اللي هو لو الماتش بتاع الجونه اتلعب، ده معناه ان هو يبقى رجع في كلامه ويطلع حنفي قدام الدنيا كلها، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو كان ماتش الجونه اتلعب والاهلي انسحب، ده معناه ان هو هيطبق عليه لائحه وهيتخصم منه نقط، هيتخصم منه نقط في اخر الدوري عشان في متخلفين ممكن الماتش اللي بعده ما يبقاش اتخصم نقط وبتاع، لا النقط دي بتتخصم في اخر الموسم عشان في بقى ايه ما بتفهمش. قام بقى حصل سيناريو غريب يهلك للضحك. محمود الخطيب يعني كتر الف خير والله العظيم، انا بدعي له بنيه صافيه ان ربنا يخليه في المكان اللي هو فيه ده لحد يوم الدين، لحد ما كوكب الارض كله ينفجر يفضل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الفرقه بتاعته ماشيه زي الفل، المدرب 100 100، واللعيبه بصوا عماله تكسب اربعات وخمسات وثلاثات. يجي بقى يقول لك ايه بقى؟ انا قاعد مش لاعب. يا عم حلو كتر الف خيرك، قعدت الفرقه بتاعتك وهي واخده كل وقت تيك اوف وعماله شغاله ترشيق في الفرق، قعدت. وعندك الزمالك يا عم، الزمالك الكام ماتش اللي فاتوا كان واقع شويه. قال ايه بقى؟ قالوا له ايه بقى في اتحاد الكوره؟ قالوا له بص يا محمود يا خطيب، انت كنت عايز تلعب ماتش الزمالك قبل ما تلاعب اي فرقه في الدوري، لا بص بقى انت هتلاعب كل فرق الدوري وهتلاعب الزمالك في الاخر. سيبك انت، مش هي دي التربايه، التربايه بقى هنا في الموضوع ده بالذات ان الاهلاويه واخدين ان الموضوع ده انتصار لمبادئ النادي الاهلي، اللي هو لو وقفت واحده سمعت يا كابتن يقول لي ايه مبادئ النادي الاهلي؟ حاجه في الخيال، حاجه ما لهاش اي معنى، اي مصطلح. مبادئ النادي الاهلي، سياسات النادي ايه هي طيب؟ في الروم لي كده قول لي 1 2 3 4 5 6 اقول لك ماشي حلو دي مبادئ النادي الاهلي وامضي لك وابصمك. انما تيجي تحط لي الكلمه في العين ولقد انتصرت مبادئ النادي، انتصرت في ايه؟ يجي يقول لك اه يا عم انتصرت، ما هو الاهلي ما لعبش ماتش الجونه. طب ما هو يا حمار الزمالك برده ما لعبش ماتش الاهلي، عادي خالص جدا. وفي نفس الوقت الاهلي برده ما لعبش ماتش الزمالك اللي هو اترمى له في اخر الدور الاول. انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ ولا انت حمار عمال بتتعنف في برسيم وخلاص؟ اعزائي السادة المشاهدين، معانا ومعاكم النهارده اغبى اهلاويه في مصر، يلا بينا. السلام عليكم يا جدعان، النهارده اتحاد الكوره طلع يهدد النادي الاهلي ان هو لو ما لعبش ماتش الجونه هيطبق عليه اللائحه. يعني بصراحه عمركم شفتوا كوميديا بالطريقه دي؟ عمركم شفتوا ضحك على الدقون بالطريقه دي؟ يعني الواحد عمره ما شاف في اي بلد في العالم اتحاد كوره محترم بيعمل اللي هم بيعملوه، لا وكمان بيهدد. بصوا جيتوا للحق، انا ما اعرفوش والله، بس انا لما لقيته كده قلت هو مؤهل وعنده الكفاءه ان هو ينضم وسط اخواته الاغبياء، وهو خير وبركه يعني، اهو زادوا واحد مع انهم كتير بس زادوا واحد. ما علينا، عشان انا اعصابي بتتعب انا هقعد يا ابني والله ايه واحاول اشرح لك وانت يا رب تفهم يعني، مع ان الجاموسه وهتتعبنا انا عارف يعني. بص اقول لك على حاجه، انت قلت كلمه في الاخر، قلت ايه بقى؟ قلت يعني هو في اتحاد كوره محترم في العالم بيعمل كده؟ انا عايز بس اوصل لك حاجه، مش عشان انت طول عمرك بتتراضى من اتحادات الكوره وعمال بقى شغال بقى شغل اللي هو امس ولا احنا هنرضيه ومش عارف ايه والكلام ده، مش علشان خاطر بقى جيت دلوقتي تلاقي حاجه محترمه او تلاقي حاجه المفروض ان هي تحصل او لائحه تتطبق او قوانين تمشي على الكل، ده معناه بقى ان في حاجه غلط في السيستم. لا يا حبيبي اصحى، الغلط بقى من عندك ان انت صدقت
ان الطبيعي اللي كان بيحصل قبل كده، انما لا يا حبيبي في انتحارات محترمه. انت عندك اليوفنتوس، اليوفنتوس اللي بيلعب فيها كريستيانو رونالدو، عارفه اللي هو بيلعب برجلين الاثنين ده، اليوفنتوس هبطوه درجه ثانيه يعني، بس عشان تبقى فاهم. عندك في النصر والهلال في السعوديه قبل الماتش بايام، غرامات على رئيس النادي وغرامات على رئيس النادي الثاني وغرامات على النادي نفسه وغرامات، وكانت مخصله يا باشا عمال بيقطع في الكل. في اتحادات هنا بتقدر تاخد قرار، فانت لما يبقى عندك اتحاد يقدر ياخد قرار، ما تجيش عشان انت اتعلمت طول عمرك عايش على الفساد تيجي تقول ايه ده، ايه الاتحاد الغريب ده، في ايه ده، عايز يتعامل بنظام وعايز، لا ما نعرفش احنا الكلام ده، احنا طول عمرنا ماشيين بالفساد. هو انت حمار ومش عارف يعني انت جاموسه وما عندكش خلفيه ان انت جاموسه؟ ما انا مش فاهم برضه. وشويه تظبيطات وشويه تربطات ويجي يقول لك لائحه. لا انا عايز افهم بس ايه اللائحه دي يعني، انا عايز افهم بس الاول ايه اللائحه. احنا عندنا لائحه في مصر؟ لو في لائحه، في لائحه بتقول ان المقاولين كان ماتش مع اسوان عشان ماتش الاهلي والزمالك اتلغى، تلعب الزمالك مع المقاولين؟ انهي لائحه؟ انا لسه وشي نمل اول ما سمعته بيقول لك هو احنا عندنا لوائح في مصر؟ امال احنا ماشيين بالمقادير؟ هات من هنا على من هنا ولزق، انت عبيط يا امي. يا ربي يا رب، انا ايه اللي خلاني ابقى في مصر؟ ايه اللي خلاني ابقى في مصر وعربي وبتكلم مع الناس دي يا ربي؟ ليه ما كنتش نرويجي؟ ليه ما كنتش انجليزي او دنماركي؟ اي بلد تاني وعادي هبقى مرتاح. ليه ابقى مصري مع الناس دي؟ عندنا لوائح في مصر ازاي يعني؟ امال احنا ماشيين بالدستور بنيجي نشرع القوانين بتاعت الكوره في مجلس الشعب؟ انت عبيط يا ابني. بص انا اقول لك على حاجه بس عشان انت شكلك حمار بجد بجد والله العظيم، اقول لك على حاجه حلوه. هنيجي بس ايه، نرجع لموضوع الاهلي والزمالك. اولا مبدئيا بس كده لازم في حاجه بيرجعوا ليها اللي هي سلامه اللاعبين والجمهور. لقوا ان في خطر على سلامه اللاعبين او الجمهور، الامن هو اللي بيقرر مش احنا. الامن بيقول لك كده، هو لو في خطر على سلامه اللاعبين او الجمهور بيؤجل الماتش او بينتقل لحته تانية كده يعني، هي حزمه بتاعتهم. الامن يا عم شاف ان الماتش فيه خطر بقى، يا عم اللعيبه يا عم الجمهور يا عم النجيله ملناش فيه، الامن اجل. انت مشكلتك مع الامن روح يلعن عليهم بقى وروح اتشمل عليهم. انت جاي على اتحاد الكره، اتحاد الكره ماله؟ اتحاد الكره جاله جواب من الامن قال لهم اجلوا ماتش الاهلي والزمالك، مش العكس يا حمار، افهم يا جاموسه. بيأجلوا ماتش الاهلي والزمالك ويقول لك بحاجه الامن، والامن يطلع يكذبهم ويقول لك لا احنا مش بسببنا، ده اتحاد الكره اللي بعت لنا جواب عشان خاطر في احتكار بين الجماهير. احتكار ايه اللي بين الجماهير دي؟ بص بيقول لك اجلوا ماتش الاهلي والزمالك بحجه الامن، بس لا الامن طلع عموس والامن طلع عليهم. لا احنا سيبنا جالنا جواب يا ابني، انت عبيط يا ابني. هو الامن ده اتنين قاعدين على قهوه بيشربوا سجاير وشيشه وبتاع، انت عبيط؟ ده الامن ده يعني صرح يعني حاجه لازم قرارها بيمشي على الكل. هيطلع يقول لك لا اصل حتى عارف كوره انا ماليش دعوه وهم لا. يا ابني انت عبيط بجد والله العظيم، انت مدرك للي بتقوله ولا انت طالع بتقرع على الناس ووراك حمير بتفهم وبتقول اه باشا امين حلو يا باشا، نروح نقول الكلمتين دول الزملكاويه يعني ولا ايه؟ مش فاهم انت حمار. لو في لائحه عندنا في مصر اعرفها لنا، انا عايز اعرف ايه اللائحه ديت اللي تخلي ماتش المقاولين واسوان يتاجل ويخلي المقاولين يلعب الزمالك. ثواني صحيح، هو بيقول لك هو في لائحه بتقول ان لما المقاولين ما تلعبش الزمالك او لما الاهلي ما يلعبش الزمالك فالزمالك يلعب المقاولين بدل الاهلي؟ هل مثلا هل ده بند مثلا؟ انت عايز يكون في بند كده حرفيا في اللائحه بيقول في حاله ان الاهلي والزمالك ما لعبوش مع بعض لازم المقاولين العرب تلعب؟ هو انت غبي؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه حلوه، طالما انت بقى جيت لي بقى في حته ازاي لما ماتش يتاجل يلعب هيوقف يعني ماتش يتاجل الدنيا تقوم تقعد بقى كده، يقعدوا يحطوا ايديهم على خدهم بقى يستنوا يرجعوا بالزمن لحد ما يلعبوا الماتش؟ انت عبيط؟ انت ناسي السنه اللي فاتت انت اتعامل معاك ايه؟ انت اتاجل لك 11 ماتش، 11 ماتش، ده انا هقلقلك مالطي. 11 ماتش اتاجلوا للاهلي السنه اللي فاتت لحد ماتش الترجي ما اتلعب كده، كان الاهلي عنده 11 ماتش مؤجل في الكاس والدوري، كان 10 في الدوري وماتش في الكاس بتاع بيراميدز. حلم قول لي حلم. انت بقى المفروض لما بتيجي تلعب بتلعب بقى ازاي؟ بتلعب الماتش بتاع الاسبوع مثلا الثالث، انت مؤجل لك مثلا اللي بعد الماتش الاسبوع الخامس فتلعب الاسبوع الخامس، مؤجل لك مثلا بعد الماتش الاسبوع السادس فتلعب الاسبوع السادس. لا يا حبيبي انت بقى ما لعبتش كده، انت لعبت ماتش مؤجل الاسبوع الثالث وبعده ماتش مؤجل من الاسبوع ال11 وبعده ماتش مؤجل من الاسبوع السابع وبعده ماتش مؤجل من الاسبوع التاسع وبعده ماتش مؤجل من الاسبوع ال15. مشيت معاك كده، فانت جاي تتكلم دلوقتي على ماتش؟ طب ما كانت فين اللائحه دي لما انت كنت فاضل لك ماتش الزمالك متاجل اربع شهور لعبته بعد ما يعني انت لاعب ماتش الدور الاول، ماتش الدور الاول
لعبوا بصفقات يناير، اللي هي المفروض تلعب بقى ماتشات الدور الثاني، ماتش بيراميدز فضل متأجل لك 9 شهور وجاي تقول لي لائحة دلوقتي وفين تكافؤ الفرص وفين تكافؤ القرص والفطير، أنت عبيط بجد والله العظيم يا جدعان، يا جدعان والله الأهلاوية، والله أنا في أوقات بتكلم مع ناس بتفهم، بص أنا هقعد أهو، أنا بتكلم مع أوقات كتيرة مع ناس بتفهم، وناس بيبقى عندها وجهة نظر، وناس بيبقى عندها منطق تكلمك، إنما إشمعنى يا جماعة بجد والله كلامي موجه للأهلاوية، يا جدعان والله العظيم المحترمين منكم فوق راسي، ما عنديش أي مشكلة يعني إحنا مش، أنتوا مش إسرائيل وإحنا مصر أو العكس، يعني إحنا كلنا مصريين وكلنا إخوات وأصحاب وقرايب يعني، بس أنا عايز أفهم حاجة، إشمعنى الأغبية هم اللي بيطلعوا يتكلموا بلسان الأهلي، إشمعنى الحمير هم اللي دايماً بيطلعوا يتكلموا ويكونوا هم مثلاً في مناصب القيادة في السوشيال ميديا، إشمعنى اللي ما بيفهموش؟ ليه يا جدعان ما يطلعش واحد مثلاً بيفهم محنك بقى يطلع يتكلم يحرجنا نحرجه بتاع، إنما ليه؟ ليه يا جماعة والله العظيم أنا بتعب أو أنا بتضايق بجد والله لما بلاقي ناس بهايم بتتحكم في عقول ناس ممكن يطلع عندهم بذرة أمل ويطلع بيفهم، فهم بيصبوا خرا في المية فتبقى مية بخرا، فإحنا عايزين يا جماعة أنا بأناشد الناس الأهلاوية اللي بيفهم يطلع يتكلم، إنما الحمار ده يقفل تليفونه بقى هو عشان مش خاطر بقى هو أدمن في بيتش أهلاوية فيطلع يقعد في العربية يقول الكلمتين ويقرف لنا دماغنا، لو أنت بتفهم يا عم خير وبركة وعلى راسنا مش هتلاقيني بجيب سيرتك، إنما طول ما أنا بجيب سيرتك إعرف إن أنت حمار. طب انت اجلت الماتش بتلعب الزمالك ليه؟ بتلعب الزمالك، اقول لك انا بتلعب الزمالك ليه؟ بتلعب الزمالك عشان برضه بتظبط له، بتظبط له عشان عرفت ان جيرانسيون الفوت السنغالي ممكن يقدم شكوى ان مفيش امن في مصر. يا ابني انت اهبل بجد والله، يعني انا بحاول كل شويه امسك طرف خيط في كلامك، احس ان انت راجل عندك وجهه نظر وراجل عندك حاجه عايز تقولها بس انت مش قادر تعبر، بس كل ما بلاقيك حمار اكتر من اي مره، قال ايه الزمالك اتاجل ماتش الاهلي علشان خاطر يريح مثلا، وقال ايه بقى يلعب المقاولين علشان خاطر يضحك على الفريق السنغالي، قال ان احنا عندنا امن في مصر، يا ابني انت عبيط بجد والله، انت الحاجات دي بتيجي في خيالك ليه؟ ولا وعايز وتاني برضه عمال تقول لك ايه اللائحه في مصر اللي هتطبق على الاهلي، يعني ايه هي اللي ما في لوائح يا ابني والله العظيم وقوانين وشروط وسياسات وفي بلاوي زرقاء، يعني مثلا لو الاهلي مثلا ما راحش مثلا الماتش قبل ما كان يتاجل كان هيتخصم منه 6 نقط اخر الدوري عادي، يعني ايه مألفين اللائحه؟ اهي اللائحه عادي جدا زي اللي اتطبقت على الزمالك في ماتش المقصه، اهي اللائحه عادي ايه بتطبق على الزمالك عادي خالص اهي، وعادي في ايه لما تطبق على الاهلي يا حبيبي عادي برضه، اهي دي اللائحه. في بقى انت بقى عندك سؤال عايز تقول هو في لائحه في مصر؟ اه في لوائح في مصر، انما قصه ان انت مثلا انت بيجي في دماغك ان احنا ما عندناش القوانين ان احنا نمشي عليها، يبقى انت راجل حمار، يبقى انت راجل عبيط، وما المفروض بقى تروح تشجع بقى نادي في 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 ملاوي، تروح بقى تشجع في المايجر وتفكك من مصر عشان هي العمليه مش ناقصه واحنا اعصابنا بتتعب. والله العظيم مجلس الاداره لو راح بس للفيفا بعت الكلام دوت اقسم بالله الكوره في مصر تقف. الكره في مصر تقف. يا نهار ازرق امال احنا بقى لو خدنا السنه اللي فاتت دي رحنا للفيفا كانوا هيجوا يقفلوا مصر كده بالقفال والسلاسل، مش الكره بس ده هيجوا ينيمونا، هيجوا يطردونا من مصر ويقفلوها وكده، يا جدعان كده انتوا زي الفل، احنا مش عايزين نعدي كوكب الارض بيكوا، واقفل يا ابني انت والله العظيم انا هحط الكومودينو بسببك. طب يا عم يا ريت والله انا نفسي تنفذوا كلامكم ده، واحنا انا هتكلم باسم جمهور الاهلي يعني لو الناس تسمح لي، يا مجلس الاداره كمل في طريقك نفذ البيان. طب هو الاهلي سمع كلامك وكمل في البيان وطلع في الاخر حنفي ومش هيلعب ماتش الزمالك الاول قبل ما يلعب فرق الدوري، لا ده العكس ده هيلعب فرق الدوري وبعد كده هيلعب الزمالك، او لو انتوا بتهرجوا ماشي، لو انتوا بتهرجوا ماشي قولوا لنا واحنا نضحك مع بعض ونهزر، انا برضو بنحب الضحك والفرفشه، يعني ايه لو ساعه فرفشه كده وطالبه معاكوا ضحك احنا نقعد ونضحك ونهزر ومعانا للصبح ساعه فرفشه وبنحب الضحك والفرفشه، انا ليه حاسس ان انت جاي من الثمانينات ولا من السبعينات؟ في ايه يا جدعان والله العظيم انا قربت اكل المخده دي من الخل اللي فيها والله العظيم، يقول لك اصل لو انتوا بتهزروا قولوا لنا احنا نهزر، لا وانت يالا دمك خفيف، لا وانت يالا انت وقعت جلد وشي من الضحك والكوميديا، انت في وقعت مرتين يالا من الافيهات الجميله بتاعتك دي والله العظيم، يا جدعان ارحموني بقى يا حاجب. انا اللي بس بالطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه، وهو النجاح من بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بدكم الازاز لازم تحطوا عليه، لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه.
ازيك يا دياتر؟ طبعا ده كان واحد عبيط فاكر بقى ان الاهلي انتصر، وده بيان انتصار للنادي الاهلي. ازيك يا دياتر؟ ازيك وازاي امك؟ لسه مافيا ولا حنفي؟ صباح الفل على الاهلي والاهلاويه. صباح الفل عليكم يا رجاله. اقسم بالله انا بكلم اخواتي الاهلاويه، طبعا اقسم بالله اللي ما هيقف جنب الاهلي والخطيب دلوقتي اليومين دول يبقى ما يستحقش يكون اهلاوي ابدا. وانا بقولها وانا غصب عني وانا بتقطع بقولها، بس مش هتقف جنب الخطيب والاهلي دلوقتي وهتقول اصل البيان واصل المفروض كان يدرس واصل المفروض مش عارف ايه وهم اقوى منه. لا لا اوعى تقول كده. هم ده اللي هم عايزينه، هم ده اللي هم بيتمنوه، اللي احنا نتفرق. حلاطة الدنيا وحشة من غيرك، ما تحزقش على جنب مسيرك. وحشتنا حلاطة يا جدعان. انا هفهمكم ايه؟ ده انتوا ابو اللي عارفين وابو المفهومية وما بقاش فيها وجهات نظر. بيقول لك ده انتوا سيد العارفين وابو المفهومية. ما بقاش فيه اصلك ابو جمولي دي دماغه، اصل فلان دي دماغه، اصل علام دي دماغه. كلنا شايفين بعنينا ايه اللي بيحصل للاهلي. احلى حاجه في مصر عايزين يهدوها، اقسم بالله وحياه عيالي. احلى حاجه في مصر عايزين يهدوها. اشرف بني ادم في مصر في الرياضه عايزين يجيبوا له ارض ويكسروا عينه. اصحوا يا اهلاويه، اصحوا يا اهلاويه، ورب الكعبه عايزين يهدوا الاهلي. وانتوا عارفينهم، مش هقول اسامي، كل الناس الوسخه اللي قدام عينيكوا عايزين يهدوا الاهلي ويجيبوا راس الخطيب الارض. بس مش هيحصل طول ما ربنا موجود، طول ما جمهور الاهلي موجود مش هيحصل. على جثتنا وبالادب، ولا بالعافيه ولا بالدراع ولا بالشتيمه زي الناس الوسخه التانيين. بس بقى كفايه معني بقى، انت هتعمل ايه في سعد زغلول؟ ده انت قريع صحيح، ده حاجه غريبه. بصوا انا مبدئيا انا مش هحاول ان انا اخد كل جمهور الاهلي على قفا الراجل الحمار ده، يعني عشان بس خاطر في اهلاويه محترمين على راسي، بس في ناس بهايم برضه زي الشخصيه الوسخه اللي قدامنا. الذي شتمه وسفي في جميع خلق الله، وفي الاخر يقول لك اصل احنا هنتكلم باحترام ومش هنشتم زي الناس الوسخه. اقسم بالله ما في وسخ زيك، وما في وما في واحد اوسخ في كوكب الارض منك. انت شخصيه زباله. اوسخ فين اللي الشبشب؟ انا مش هضربك بيه، انا بس هلبسه في رجلي. كلمه الاهلي هي اللي هتمشي بامر الله رب العالمين. دوري طز 9 نقاط، خد 90. عايز ال 40 41 دوري خدهم، بس كرامه الاهلي، كرامه الاهلي، مبادئ الاهلي، اللي الكلمه اللي بتفشخكم، مبادئ الاهلي، قيم الاهلي، اسس الاهلي، وبقصومات الاهلي، وراوتر الاهلي، ودمبل الاهلي، ومرتبة الاهلي، وفوطة الاهلي، وشنطة الاهلي، والكاتل بتاع الاهلي، اللبس بتاع الاهلي، مروحة الاهلي، تكييف الاهلي، شباك الاهلي، وامك بتندهلي، اي حاجة احشي احشي. الناس بتحب الزعيق، وناس تحب الواحد واخد الموضوع على صدره. احشي، الناس عبيطة وبتصدق. والله العظيم ثلاثة، انا اهلاوي وبامر الله عارف اللي بقول على لسان ناس كتير. ما يهمنا الدوري، ما يهمنا اي دوري، خدوهم كلهم. عايزين 9 نقاط تخصموهم خدوهم، بس ما تلعبش يا بيبو، ما تروحش ماتش الجونه يا بيبو. مش عايزين لعب في مصر اصلا، مش عايزين نلعب في منظومه كلها وساخه، كلها تعريض. مش عايزين نبقى منها يا بيبو. يا نبقى الاهلي زي ما عهدناه طول عمرنا، يا مش عايزين كره في مصر يا بيبو. روح يا بيبو وقوي قلبك بجمهورك بعد ربنا، قوي قوي قلبك بجمهورك بعد ربنا، احنا الحق يا بيبو. لا ده واضح ان انت ما بقتش عارف حتى توزن كلامك، في اخر الكلام جاي تقول ده احنا الحق يا بيبو. يا ابني يا حبيبي، ربنا هو اللي الحق، مش انتوا اللي الحق. انتوا هتخشوا كده في سكه الحاد وكفر. خلي ان انت تتكلم بهداوه، ده هتحاول ان انت تبدا توزن كلامك، تفكر في الكلمه في كسر من الثانيه قبل ما ضوءك يروح رافصها وتطلعها. انما ما تبقاش كده انت هتخش في سكه كفر والحاد وبواسير، وانا ما يرضينيش والله العظيم. يعني احنا بواسيرك ثروه قوميه بنحاول ان احنا نحافظ عليها. يا عم الاهلي ومش هيلعب ماتش الجوله، بس برضه
مش هيلعب ماتش الزمالك، بل بالعكس ده هيلعب الدوري زي ما قلت لك كله، وبعد كده هيلعب الزمالك في الاخر. يعني اتحط عليك شمال واتحط عليك يمين، طلعت حلفي فوق وطلعت حلفي تحت، وبالطول بالعرض وبكل الاتجاهات. اعزائي الساده المشاهدين، هم دول الاهلاويه زي ما اتكلمنا طول عمرنا. في اهلاويه كتير على راسنا، وفي اهلاويه كتير محترمين وكلهم حبايبنا واصحابنا، بس العيلات دي مفيش اكتر منها. اعزائي الساده المشاهدين، لو عجبك الفيديو انزل اعمل سبسكرايب للقناه اللي هي اشتراك في القناه عادي يعني دي زي دي، واعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، ازاي؟ معرفش. اعزائي الساده المشاهدين، عشان انا اتخنقت منكم، سلام عليكم.